ستيك البقر مع صلصة المشروم، 4 قطع ستيك سميكة، 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون، نص ملعقة صغيرة أوريغانو، نص ملعقة صغيرة ريحان، رشة فلفل أسود، ملعقة كبيرة خل بلسمك، 2 ملعقة كبيرة زبدة، حبة صغيرة بصل مفروم، حوالي 2 كوب مشروم مقطع شرائح، ملعقة كبيرة دقيق، نص كوب ماء، نص كوب كريمة، ملعقة صغيرة معجون طماطم، ملعقة صغيرة معجون الخردل أو المستردة، وللتقديم خضروات سوتيه. أنا عندي هلأ قطع الستيك عم بتبلها وأنا عم بتحدث معكم، رشيت عليها الأوريغانو والريحان بهذه الطريقة، وحرش عليها شوي من زيت الزيتون، وحبتدي أدبلها شوي، بس خليني أرش برضو شوية فلفل أسود. عندي أنا هون أداة بتبقى من طرف مغززة بشكل بسيط، يعني بالطريقة هاي، هذه ببتدي أطرق فيها على اللحم طرقات خفيفة. هاخد قطعة الستيك أحطها فوق الثانية بالطريقة هاي، عساس برضو تأخذ من نفس التغطية تحت بالبهارات والأعشاب. فيني أجيب كيس نايلون وأحط الستيك بالطريقة هاي. أنا هلأ ما كملت كل التتبيلة عندي، بس بدي أمشي معكم خطوة خطوة. هاي طريقة، إذا في مجال بقولكم، إذا كان حتى تحطوها بالفريزر وبتقدروا تستعملوها أي وقت تلاقوها جاهزة. هضيف شوية خل بلسمك، أخذ قطعة تانية وأضيف خل بلسمك، كتير خل بلسمك رائع، بدوب لي ألياف اللحم وبيعطيها طعم لطيف جدا جدا. هاي طريقة كتير لطيفة ومريحة. التتبيل لتاني يوم بالتلاجة بكيس نايلون برضو، كل شوي بس أفتح التلاجة بحاول هيك أحركهم عشان أتأكد إنه الخل تشرب فيهم والتتبيلة تشربت فيهم كويس. المشروم أعزائي المشاهدين يفضل إنكم تستعملوه فريش، يبقى إحنا شرائح المشروم لبين ما أنا أعمل الستيك هلأ على النار، بتكون عندي كمية مشروم كويسة. نبتدي نجهز الستيك. هحط شوية زبدة وزيت الزيتون، أو إذا مش موجود عندكم ممكن تستعملوا زيت الذرة العادي، ما في مشكلة. القلاية تكون عندي سخنة كويس، خدتوا بالكم كيف القلاية عم بتدخن سخنة منيح. قطعة من الستيك وأحطها بالطريقة هاي، على حسب طبعا حجم القلاية عندك، هغطيها بالشكل هذا وأخلي النار قوية جدا. خدتوا بالكم أعلى نار موجودة عندي، منتظر لدقائق بسيطة أقلب الستيك على الناحية الثانية. ما نوطيش النار خالص، نخليها عالية، هذا السر في نجاح إنك تحصلي على ستيك طري من الداخل. نبتدي هلأ إحنا نشيله، هو يعتبر هلأ عندي خلاص استوى الستيك، أنا سبته حوالي 3 إلى 4 دقائق على النار. أثناء ما أنا بدي أشيله خليني أجهز عندي هون بصل مفروم، نبتدي نشوف هلأ وبقية الزبدة. الحلو في الوصفة هاي إنه إحنا هلأ حنعمل الصوص في داخل السوائل اللي حصلنا عليها من تشويحة الستيك، عشان هيك حنحصل على طعم رائع جدا. هشيل الستيك هلأ يعتبر عندي استوى، طبعا ما ننشفوش كتير أرجوكم عشان فعلا نستمتع بالطعم الرائع. إذا حبينا نضيف شوية زبدة تاني ونضيف البصل، هشوح البصل، رائحة رائعة كتير بتشهي. برضو النار عندي قوية، هبتدي أضيف الطحين عشان أنا هون بدي تتكون عندي الصلصة، ونضيف الملح على حسب طبعا الرغبة، إذا حبينا نزود تاني شوية أوريغانو وشوية أعشاب على حسب ما بتحبوا. هضيف مي، خلوا بالكم ابتدى الصوص عندي يتكون بشكل كتير رائع. الصلصة هلا أصبحت عندي جاهزة، هبتدي هلا أضيف المشروم، وزي ما قلنا إذا حبيتوا تستعملوا المشروم المعلب ما في مشكلة، حنضيفه مباشرة بالطريقة هاي، مش حياخد منا وقت على طول، مجرد بس ما ياخد غلوة بسيطة.
في عندي إضافات، هذه إضافات جانبية، هو أنا عندي الطعم كتير أصبح رائع بإضافة المشروم على بقايا اللحم، بس برضو أنا حطيت هلأ مستردة وححط ملعقة صغيرة من معجون الطماطم، ما نكتر، أنا بس بدي أتقل اللون شوي، بيعطينا هيك طعم فيه شوية حموضة. بضل عندي هلأ الإضافة الأخيرة اللي هي الكريمة. الصلصة هذه على فكرة صلصة أساسية، فيكم تستعملوها لأي نوع من الستيك، وفيكم تحطوها بالتلاجة وتسخنوها وقت اللي بدكم عشان بعد هيك تستمتعوا بطعمها، وبتقدروا أنتوا في البيت تعملوا أكل المطاعم والفنادق بمنتهى السهولة، ولأن هاي الوصفات بتحتاج شوية دقة في الشغل. عم تأخذ غلوة بسيطة ونبتدي بعد هيك نشوف طريقة تقديمها مباشرة على الستيك. فضلاً لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات.